موفق من خلام واسس موقع geeshi.com. دونك اليوم احنا فرحانين بزاف بهذا الافتتاح اليوم ديال المتجر ديال راجا شوب. اليوم فرحانين بزاف لان هذا المشروع درنا عليه تمارين الحمد لله باش نخرجوه للوجود، وماشي غير يخرج للوجود، الاهم هو انه يكمل. هذا هو الاساس. هذا مشروع ديال الشراكه ديال 5 سنوات مع نادي الرجاء الرياضي ومع شركه امبرو في شخص سي انيس شاهد الصديق ديالنا التونسي اللي اليوم جا هو بتجربه كبيره في المارشي التونسيان، شاد الترجي نادي افريقي عده فرق. دونك اليوم اللي ساعدنا باش نكونوا نحاولوا نوفروا منتجات باسمنا مناسبه للجمهور الرجاوي، ومنتجات اللي تكون اوفيسيال ويستافدوا منها جميع الرجاويين. يعني كما قلت لكم هذا مشروع ان شاء الله ديال 5 سنوات وماشي مشروع ديال هذا، ومشروع ان شاء الله يكمل السنين القادمه، لان اليوم هذا الشيء اللي كتستحق فريق كندي الرجاء الرياضي كيستحق انه غير ما يكون عنده متجر بهذا المستوى ويكون عنده موقع كيبيع في هذا المستوى. دونك حنا كنفنديفريو حتى اونيفو انترناسيونال العالم كامل، دونك جميع الرجاويين في العالم كامل كيستافدوا من هذا الشيء، وهذا ما يكون ان شاء الله الا بدايه، وان شاء الله باش الجمهور الرجاوي كله يجي للمتجر اوفيسيال يشري منه. دونك ما يبقاش القضيه ديال ما لقيناش البرودوي ولا ما لقيناش هذا، دونك اليوم يجيو للمتجر اوفيسيال، وهذا الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله. شكرا بزاف. اولا وقبل كل شيء كنهني الجماهير الرجاويه على هذا المنتوج هذا الرجاوي الجديد. هذا جاء نتيجه ديال المجهودات قام بها الفريق في شخص المكتب المسير، قامت بها مجموعة من المتداخلين اللي هما شركة الجيشي بوائما وشركة سبورتاك في شخص سي أنيس مسير القانوني ديالها. هذا كيجي كتمر عاوتاني المجهودات ولا كمطلب جماهيري يليق بنادي الرجاء الرياضي، على اعتبار انه العلامة التجارية التي تم اختيارها هي علامة تجارية عالمية كتجي في إطار تسويق الاسم الرجاء الرياضي على الصعيد العالمي، او ميم طون كتجي لتزكي المشروع الرجاوي اللي جينا به حنايا كمكتب مسير حالي، انه إعادة الهيكلة، تسويق المنتوج النادي، او ميم طون لاسم النادي. هنايا كندعو بهذه المناسبة الجماهير الرجاوية، لأنه كان واحد التساؤلات من قبل على المنتوجات ديال النادي، على لي تونو، على لي سيرفيت ومجموعة ديال المنتجات. هنا الجماهير الرجاوية دابا صافي القضية الأمر، الأمور تحلات، يمكن لكم تقتنيو من المتجر هنايا اللي كاين في المعروف ديال اللي حدا في الوازيس، اللي هو هذا اللي هو الأول مولود رجاوي في هذه المناسبة هذه، واللي بمناسبة كنأكد على أنه غيكونوا محلات تجارية أخرى. وبالنسبة للجماهير اللي كتقتني عبر الإنترنت، فهناك الموقع الإلكتروني رجا shop.ma، واقتناء المنتوجات الأصلية غادي يساهم في الرفع من مداخيل نادي الرجاء الرياضي، على اعتبار أنه كاين واحد نسبة الأرباح هذه حققها النادي على كل المنتوجات التي يتم اقتناؤها من المتجر.